السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم موضوعنا عن الـ variable size والـ size of operator. طبعا احنا مثل ما اخذنا فكرة بالبيسكس بالبدايات كيف انه الـ addressing والـ variable function والـ memory بالـ modern machines بالأجهزة الحديثة بتنظم الـ variables اللي انت بتختارها على شكل byte size unit، وحدات من البايت سايز، ومع كل وحدة يحتوي على يونيك ادرس، على ادرس فريد من نوعه. على اساس شو؟ على اساس البوينت اللي انت اخذت من عنده. مهم جدا انه انت تفكر بالميموري اللي حتوفرها او الميموري اللي انت حتستخدمها في برنامجك، وممكن انه احنا نعمل ريتريف للانفورميشن. الفاريابلز كأسماء هي انه انت بتعمل اكسس مثلا للميل بوكس، مثلا انت عندك ميل بوكس، عن طريق هذه الاسماء تقدر توصل للميل بوكس. however كانفورميشن للفاريابل ياخذ 1 بايت. خلونا ناخذ بهذا الشكل 1 بايت اوف ميموري، انه ممكن أو more than one byte of memory، عفوا يعني أكثر الـ variable بالواقع بالكمبيوتر بياخذ أكثر من بايت. حلو؟ أكثر من بايت من الميموري، يعني ممكن variable واحد ممكن يستخدم 2 بايت أو 4 بايت أو حتى 8 بايت بالميموري addressing. الأماونت للميموري المتبقي من الميموري أو الحجم الميموري اللي بيستخدمها الـ variable بتعتمد على الـ data type اللي انت بتختارها. يعني لما اليوم تيجي تقول init أو void أو تيجي تقول float double، الـ variable حجزك للميموري هو يعتمد على الـ data type. لأنه انت typically شو الـ اوه جاد، تايبيكالي قلبنا الانجليزية كالعادة. تايبيكالي كالعادة انه انت تتعمل اكسس للميموري عن طريق الفاريابل نيمز مو عن طريق الميموري ادرس. يعني انت كالعادة تعرف انه انت لما تيجي تعمل اكسس للميموري اكيد حتعمل اكسس للميموري عن طريق الفاريابل نيم. يعني انا اليوم من اجي اقول init m، بمعنى انا عن طريق الام اوصل للميموري. انت ما بتصل للميموري عن طريق الادريسز. انت عمرك كتبت مثلا لما تيجي تعمل كول ما بتكتب كول 10011xy9، ما بتكتب هذا الشيء. فالكومبايلر قادر على انه يخفي معلومات اللي راح يشتغل عليها بمختلف السايز للفاريابلز. يعني انت اليوم من تشتغل على الفاريابلز انت ام انت y double f float z مثلا، كل هذه الاشياء حجم والسايز للفاريابلز اللي حيشتغل عليه الكومبايلر حتكون مخفيه خلف الكواليس. في مجموعه reasons مهمه جدا انه انت تعرف ما مقدار الميموري اللي انت حتاخذها. اوكي، اول شيء الميموري او الفاريابلز حتاخذ اكثر من الميموري، اكثر من الانفورميشنز اللي هو يعمل له هولد، بيحجز مكان له. بكون انه انت عندك البيتس ممكن انه هو يعمل هولد يحجز صفر او واحد، نقدر نقول انه البيت ممكن انه يحجز اثنين كاحتمالية للفاليوز. اوكي، يعني انت اليوم تيجي تقول انه البيتس حيحجز اثنين، يا اما صفر يا اما واحد، على اساس شو؟ على اساس القيمة اللي انت حتختارها. فاذا 2 بت ممكن انه هو يعمل لك hold لاربعة. طب كيف؟ خلونا نفسرها. اليوم لما اجي اقول وين الكي رايتر؟ هذا الكي رايتر. اليوم لما اجي اقول انا الانفورميشنز اللي تنخزن للفاريابلز في داخل كل، انا عملت له ابديت، هاي طلبت له ابديت في دوره، الانفورميشنز اللي انا عملتها حجز كون انه كل بت بيحتوي على 0 و 1، ممكن انه البت يعمل هولد لاحتماليتين. اوكي، يعني في عندك احتمالتين للفاليوز. اوكي،
فالتو بت ممكن يحمل او ممكن انه يحجز اربع possible values، اربع احتمالات لليوم 2 بت، البت الواحد 0 1 صح. فممكن اذا كان البت 0 for example وهذا البت 1 حلو، في الزيرو ممكن يكون الاحتمال الاول ممكن يحجز صفر بصفر، ممكن يحجز صفر بواحد صح، ممكن يحجز واحد بصفر، او اخر احتمال هي ممكن يحجز واحد واحد. واضحة؟ اذا لو اجينا احنا فكرنا for example لو احنا ذكرنا 3 bit، فإذا احنا لما نعمل انتر خلونا نعمل بت الثالث بت 2 اوكي. بالحالة انت شو عندك 3 بت، 3 بت ممكن يحجز مكان قديش، كم احتمال يعطيك 3 بت؟ 8 احتمالات صح، 8 احتمالات. نا 2 بيعطيك 4 احتمالات، 3 حيعطيك قديش؟ 8 احتمالات اوكي. 2 في 2 في 2 جميل جدا. طب شو الاحتمالات؟ ممكن يكون صفر صفر صفر، هذا اول احتمال. خلينا نعمل كوبي هذا بيست. ممكن يكون واحد صفر صفر واحد، ممكن ايضا يكون صفر واحد صفر اوكي، ممكن يكون صفر واحد واحد اوكي، وممكن يكون واحد سوري واحد صفر صفر، وممكن يكون واحد واحد صفر، اخر شيء هو كلها واحد صح، واحد واحد واحد. بشكل عام الفاريبل بعدد ما من البيتس ممكن احنا نفهمها انه حيشتغل على n اس n او 2 اس n عفوا 2 اس n، يعني بمعنى انت قديش عندك بت هذا الفاريبل، وهذا الفاريبل كان مثلا بدا 2 بت اوكي، بمعنى انه انت حيكون 2 اس 2 جميل، لو بدا 3 بت حيكون 2 اس 3 هذا كالقاعده. اذا 2 تو باور اوف n عدد البتات اللي انت بدك اياها. كذلك بشكل عام ممكن انه تنكتب بهاي الطريقة 2 power n بهذا الشكل كاحتمالية الفاليوز اللي انت بتحجزها، كون انه انت عندك البايت هو اصلا 8 بت اوكي، البايت 8 بت، فاذا البايتس ممكن انه يعمل لك ستور قديش 2 اس يلا يا شطار ها 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 8 اللي هي تساوي قديش، منو قوي بالرياضيات 2 5 6 اوكي. هذا الاحتماليات للفاليو. السايز لهذا الفاريبل اللي هو اللي راح يضع لك الليمت التحديد لكميه الانفورميشن اللي ممكن ينخزن في داخلها الفاريبل، اللي هو يعمل لك يوتيلايز بيحدد لك اكثر البايتات اللي هو بيحتاجها والرينج من الفاليوز اللي هو حيستخدمها. احنا طبعا راح نشوف كيف نعمل الادريس وكيف نشوف في دروس قادمة انه حيكون عندنا ايشيو مشاكل في الادريسنج اذا احنا اختارنا variables غلط. خلونا نوقف هون، كملوا وياكم درس القادم، مع السلامة.